والله العظيم من كل ذنب عظيم. يا عيني عليك يا ابني، خلاص عاملين رباطيه عليه وعاوزين تحوطوه، ده انتوا ناقص تعملوا له حظر تجول. والله يا ابو الحاج يعني لو كنا ممكن نعمل كده كنا عملنا. والله يا ابو الحاج يعني احنا كل همنا انه يلتفت لبيته وعياله ولينا وينسى بقى حكايه الجواز دي. حتى انت كمان يا هدى، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا 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 يا ابو الحاج اوعى تفهمني غلط، انا بس كل خوفي. يا بنتي حقك، جوزك وعاوزه تحافظي عليه حقك. ايوه يا ابو الحاج، يعني انت هتساعدنا ولا ايه؟ امال فين الضلع التالت بتاع العصابه؟ عصابه؟ ما تتخضوش، انا بهزر يا ولاد. يا ابو الحاج خليك معايا وقول لي هتساعدنا ولا ايه؟ ايوه هساعدكم، على الاقل اضحك عليه شويه. والله يا ابو الحاج احنا كل اللي عايزين نعرفه هو بيخرج يروح فين؟ مع مين؟ ومفيش مانع يعني لو خرجنا معاه وورانا الدنيا. ايوه صحيح، وبدل ما احنا قاعدين هنا في البيت وهو عمال بره يشوف كتير. والله يا ابني ده غلبان، والله غلبان، لا بيسهر ولا بيروح اي حته. يا حلاوه، ايه ده ايه ده؟ امال اللي بيتجوزهم دول بيطلعوا له فين؟ في البخت؟ في ايه؟ الله، انا شرفني، علم عندك ما جايز بيتكعبل فيهم. طب ايه رايكم ان الجوازه الاخيره دي شافها في المطار وهو راجع من العمر؟ نصيب بقى. يعني ايه يا ابو الحاج؟ يعني مش هنعرف نخرج معاه زي اي ست متجوزه بتخرج مع جوزها؟ طيب انا عندي فكره. ايه ايه يا ابو الحاج؟ ايه؟ انتوا مش عاوزين تلبدوله وتخلوه ما يبصش بره، خصوصا في الاماكن اللي فيها ستات؟ هو ده بس اللي احنا عايزينه. حيث كده انا هدلكوا على السكه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تعالى فواز، تعبت نفسك ليه بس يا حبيبي؟ السلام عليكم يا مدام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمني عليه. الحمد لله، بس الولد تعبان قوي يا فواز، الحكاية كل مدى بتزيد. صفر ما تقولش كده، ده ربنا مفيش أحن منه في الدنيا، ده اختبار من ربنا يا مدام. هو كده ربنا ما بيحب عبد بيبتليه، وانا قلبي حاسس انه ان شاء الله هيقوم منها زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله. هما قالوا لكم هيعملوا ايه؟ ادينا مستنيين نتيجه التحاليل ونعرف بعد كده هنعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله خير، ربنا مفيش اكبر منه صفت صدقني، وانا حاسس انه هيقوم منها ويبقى زي الفل. اهو بدا يفتح عينيه، اهو فتح عينيه على وشي. بسم الله ما شاء الله، انت كويس يا بطل؟ الحمد لله كويس يا عم. بسم الله ما شاء الله، شوف ضحكته زي البدرة هي ما شاء الله. أنا عايزك شوية صفو، تعالى بعد إذنك يا مدام. تعالى يا فوز. إيه الأخبار؟ نام ولا لسه تعبان؟ نام وصحي وضحك ولعب معايا كمان. ما قالوش نتيجة التحليل إمتى؟ على آخر النهار كده إن شاء الله. تمام يا حاج، خلصت كل اللي قلت عليه. الحمد لله. هو إيه ده اللي تمام؟ مالكش دعوة أنت بقى، أنت مالك؟ أنت كل اللي مطلوب منك دلوقتي تقعد جنب ابنك تهننه وتطبطب عليه وتخف عن أمه. خفف عنها شوية، ها؟ في الظروف اللي زي دي الراجل لازم يبقى زي عمود الخيمة، صالب طوله ومضلل على الكل. ما ينفعش بقى تنخ كده من أولها، ولا إيه؟ مظبوط يا حاج. أنا خايف عليه قوي يا جماعة، أنتوا ما شفتوش كان عامل إزاي؟ شوية سخن وشوية بيترعش، ما بقتش عارف أعمل إيه. كل العيال كده صفت، كل العيال بتاعي. صفوة دي اسمع كلام فواز واجمد شوية. عشان ابنك وعشان مراتك وعشان نفسه. الله، ما هو لما بقاش كويس مش هيعرف يشيل. ما دي الضريبة يا اخوانا، ضريبة الأبوة، ولا انتوا فاكرين بقى كلمة بابا اللي بتجننا دي ببلاش كده؟ ربنا معاك. الحمد لله يا رب. يا رب. ايه كفاية يا حياتي، على كده هتكلف. كل يا حبيبي واهدم بألف هنا، مطرح ما يسري. انت شقيان وتعبان ولازم لك غذاء. بس انت كده مش بتغذيني، انت بتضغطيني وكانك هتذبحيني على ايه. اللي انت بتقوله ده بس يا علي، هو احنا لينا حس من غيرك؟ وبعدين يا اخويا كله من خيرك. ربنا يخليك ليا يا حياتي. ويخليك لينا يا علي يا رب.
كلي يا نهى، كلي يا حبيبتي. بس انت شكلك كده بتحرجيني على حاجة، عايزة تقولي لي حاجة، عايزة تطلبي حاجة. اطلبي، أنا عينيا ليك. تسلم عينيك يا علي، أنا بس نفسي تسمعني بالراحة كده من غير زعل. مش قلت لك الدلع ده آخره حاجة؟ جرى إيه يا علي؟ ما أنا بدلعك يا أخويا على طول. طب أنا عاوز أقول لك على حاجة بقى. لو اللي أنت عايزة تكلميني فيه له علاقة بالشغل، يا ريت ما نتكلمش فيه أصلا. ليه يا علي؟ ليه؟ هو الشغل عيب؟ مش عيب، بس لما ابقى مقصر في حاجه بينزل اشتغل. مش حكايه مقصر ولا ناقصني حاجه، انا محتاجه اشتغل، حاسه ان الحكايه دي هتفرق معايا قوي. يعني انت عاجبك شكلي اللي بقى زي الخدامين ده؟ يا علي نفسي احس اني بعمل حاجه مفيده. وهي تربيتك لعيالك حاجه مش مفيده؟ ستات كتيره بتشتغل وبتربي عيالها عادي يعني، وبعدين انا معايا شهاده يعني ممكن اشتغل في اي حته. يا حياه انا مش عايزك تتبهدلي في الشوارع. يا علي ولا بهدله ولا حاجه والله. طب بقول لك ايه بقى؟ يا ريت تقفلي على السيرة دي دلوقتي وسيبيني اخش اقيل شوية عشان عندي مشاوير بالليل كتير. اقول لك ايه بقى يا علي، انا زهقت ومش قادرة استحمل الحبسة اللي انا فيها دي. ممكن اكلم بابا او فوازي يساعدوني؟ حلو قوي، اديك قلتي فواز اخوكي، روحي قولي له بقى، واللي يقول لك عليه بتعالي قولي له عليه، بس والنبي عشان خاطري سيبيني اقيل شوية عشان مشاوير بالليل. ما تاكلي يا نور. قولي يا حبيبتي، هو انا لازم اكلك بايدي؟ لا 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 لا، الحاج فواز مش ممكن يعمل كده ابدا. يا بنتي هبله، هو انت مش كنتي قاعده معانا وابا الحاج بيقول بعضمه لسانه؟ بس تصدقي هي بردك فكره حلوه قوي، واحده يا اختي كده مننا تروح كده على سنجة عشرة وهي نفس ريشها. ريشه ده اللي يتنفش ده على اساس انك فاهمه بيعملوا ايه في البتاع ده ولا ايه؟ اه طبعا، اما انت فاكره ايه؟ عارفاه طبعا، ده اسمه ديفيلي. الديفيلي ده اللي هو عرض الازياء، اللي هو النسوان تبقى لابسه كده وقاعده تتفرج على البنات رايحه جايه كده بالازياء بتاعتها، تقوم انت كده قاعده بقلاطه ولما يعجبك حاجه تشاوري عليها بردك بقلاطه. وانت يا بنت انت عرفتي الحاجات دي منين؟ طبعا من التلفزيون. ليه؟ هو انت فاكراني جهله زيكو؟ لمي نفسك يا سميح. الله، الحق عليا اني بنوركوا يا انهار. شكلك شبشبي وحشك يا سميحة. لا يا حبيبتي، لا انا هسكت لك برضك المرة دي. انا عايزاك ما تسكتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جماعة، ده وقته. استغفر الله العظيم يا رب. لا طبعا مش وقته، شيطان ودخل علينا فجأة. لا اله الا الله، حقك عليا يا حبيبتي ما تزعليش. وانت ما تاخديش على خاطرك مني يا روحي. بقولك ايه، ما تجيبي بوسة. انا مش عارفه ايه البرود اللي انتوا فيه ده. يا اختي اسم الله، وانت اشمعنى يا اختي المره دي مش علليها؟ بقى الحاج فواز، الحاج فواز اللي ما بيسيبش فرض وبيستر بيت ربنا كده ويملس على بابه، يعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ يعمل ايه يا بت؟ انت مالك على طول مقفوره لنا كل حاجه كده؟ مش عارفه ايه المشكله، ده شغل عادي يعني. عادي ايه بس؟ الحاج فواز هيجيب بنات ويمشيها كده قدام الناس وتتقصع بهدومه؟ يا بنت تتقصع ليه؟ دول هيلبسوا العبايات والطرح. ولو الحاج برضه ما يعملش كده، ولو فكر لازم نقفل ونفهمه انه كده ماشي في سكه حرام. حرمت عليك عشتك يا بعيده ان شاء الله. صدقي يا بنت يا هدى ان انت فقريه، انت يا بنت عايزاه يرمي علينا يمين الطلاق كلنا في طلقه واحده. سيبك من البنت الهبله اللي قاعده جنبك دي وركزي معايا وقولي لي البتاع ده بيلبسوا له ايه. لا 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 لا، انا مش رايحه المكان ده خالص. خلاص يا حبيبتي اتركني على جنب بعيالك وهتقعدي مع العيال كلها بقى مره واحده، خلي الكبار يتكلموا. الله عليكي وعلى مزاجك.